السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم فيديو جديد وراني في الباديه. شوفوا على جو شحال زوين، تبارك الله وغزال، ما شاء الله الدنيا زوينه. مع دابا كانت كطيح الشتا، يلاه عاد صحات حصلتنا الشتا، راه غير تخبعنا شويه. المهم خرجنا باش نحيدو واحد الربيع، تيقولوا له حنا في المنطقه ديالنا تيقولوا لها كحلت الحمير حاشاكم، وكاين اللي كيقول لها الزعتر، وهي الزعتر كاينه بوحديتها. الصراحه كل حاجه خصنا نعطيوها حق ديالها، يعني سميتها كحلت الحمير حاشاكم. شوفوا الزيتون تبارك الله، هاد الشرطه ديال الزيتون كيفاش جاي. المهم الدنيا زوينه دابا. المهم تبارك الله، انا غادي تشوفوا معايا هاد الزعتره، هي هادي، حنا غادي نبداو نحيدوها. ماشي الزعتره، غير حنا تنبغي نقول لها انا الزعتره حيت كتشبه الزعتره. ها هي، هي راه ماشي هذا، راه تيقول لها كحلت الحمير هاد الربيع حاشاكم. المهم المنطقه ديالنا تيقول لها كحلت الحمير، كل واحد شنو كيقول لها، شي كيقول لها الزعتره، كل واحد شنو كيقول لها الكحيله. المهم هي الطبيعه ديالها، انا من نهار كبرت وعرفتها العائله وكلشي تيقول لها كحلت الحمير. هي هادي زوينه تبارك الله، ها هي. وها الشجره ديالها كيفاش نايضه، هي بالخلا، نايضه هي بالخلا هكا، هي كتنوض وكيبقاو يحيدوا لها، نحيدوا لها هاد العريشات هادو تنبقاو كنورقوهم وكنغسلوهم في الشبكه وتنديروها مع الملوي ولا مع الحرشه. المهم انا غادي نكمل الفيديو معاكم الطريقه ديال كيفاش كنصاوبها، راه كتجي زوينه الصراحه. تعلمنا من الوالدين، هما اللي تيوريونا هادشي كيفاش نديروه، واخا زعما ما ديرهاش الوالده غنديرها انا. المهم احنا غادي نحيدو شويه وتابعوا معانا باش نشارك معاكم الطريقه ديالها. كتحيديها غير بشويه الصراحه، واكلها الغنم كلاتها، ما كتكون كبيره تبارك الله، حيت كلاتها الغنم دابا هي قصيره. واخا هكا غادي نورقها، غنحيدو لها غير هادشي، هذا غادي تورق وغادي نطيبوه ان شاء الله. ما شاء الله المهم زوينه. يلا حبيباتي انا غادي نكمل معكم الفيديو، وهي هذه الزعتره ديالنا، كنحيدو لها غير هادشي هذا وغادي نطحنو ان شاء الله، وغادي تتابعوا معايا الطريقه ديالها. يلا انا غادي نكمل معكم دابا الفيديو، وغادي نشوفوا داك كحيط الحمير حاشاكم اللي حيدنا، اللي وريتكم كنحيدو. ها هي، شوفوا كيفاش دايره، ورقناها وحنا درتها في الماء غسلتها، وغادي نحيدها في الشبكه نديرها تسقطر، وديك الساعات غادي نطحنها وغادي نديرها بحال شكل الحرشه بحال شكل منوي، وغادي تتابعوا معايا الطريقه ديالها. وهذا الورق هذا راه فليو، هذا فليو حتى هو، راه شفتوه معايا وريته لكم. وهذه هي، شوف كي دايره، اللي ما كيعرفهاش هاد، ها هي دايره بحال الزعتره، كتجي زوينه وصحيه ما شاء الله. شحال هادي فاش كانوا كياكلوا هاد الشيء، كان صراحه كلشي الناس ما كيمرضوا ما حتى شي حاجه، راه ندور ندورو الصراحه وكنرجعوا لهاد الحوايج البلديين. وكنت نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتتابعوا معايا الطريقه ديالها، باش اللي ما فاهمش يفهم، وراه تبارك الله المغاربه كيفهموا كلشي، راه تابعوا معايا. المهم الغزالات ديالي بعد ما غسلتها ودرتها تسقطر، هي درتها في الشبكه تسقطرات شويه، دابا غنديرها في الربو هذا، بسم الله على بركه الله، غنديرها في هذا الربو هذا، غادي نطحنها ونرجع معها في هذا الربو، غادي ندير لكمش صداع، غادي نسالي ونرجع. بسم الله على بركه الله. المهم عندي هنايا
هذه الحمامر نقربكم منها، الحمامر ديال الزرع، وهذا الزرع حتى هو ديال الدار، ممكن واحد يدير بها كنديرها، كنحاول نديرها بداك الشيء زعما طبيعي باش تجي زوينه وكتجي بنينه صراحه. هذا الطحين هذا اللي هو تنقول له الحمامر غتجي زوينه بها، كتجي بنينه وصحيه. وهذا الزرع حتى هو كنديروا المنوي، كندير نص هكا نص هكا. وهذه هي كحيط التحمير ديالنا، انا طحنتها، اللي ما عندوش باش يطحنها يقدر يدكها في المهراز، المهم على حساب كل واحد الاستطاعه ديالو، تقدر تدكيها في المهراز، عندك الروبه باش تطحنيها طحنيها. المهم هذه هي الطريقه ديالنا، وعندي هنا زويته بلديه، وغادي ندير فيها مليحه وشويه زيت بلديه هنا لداخل، وغادي نخلطها مزيان عند الشوحه، وغندير فيها شويه ديال الزيت في الوسط وسط الطحين، وغادي نخلط هذا الشيء، وغادي تشوفوا معايا الطريقه بركه الله. ها هو هذاك الزيت ديالنا اللي درتو معنا في الطحين، نخلطو. وغادي نخوي دابا هاد حيت الحمير ديالنا، صراحه راه زوينه مدوره صراحه دوا هاد الشيء. شحال هادي الناس كانوا كياكلوا هاد الشيء كاع، ما كانوا كيمرضوا، كان لا مرض حتى شي حاجه، كلشي كان صحي، كلشي كان مزيان، كلشي ايوا الحمد لله. كنبسبسها هكايا، انا كندير لها الطريقه كي كيعجبها بحال الملوي، ولكن كتبقى تقطع حتى الربع ما كيبقى يتقطع هكايا، احسن كنخلطها هكا. من بعد غادي سمحوا لي ندير لها شويه ديال الماء، انا كندير غير الماء بارد، كتجي ساهله دغيا دغيا، ما تحتاجي لا تدلكيها ولا تدلكك، كتجي زوينه. وغادي نديرها في المقله ديال الملوي بحال شكل الملوية هكا، الملوي الحرشة شكل الحرشة، كتجي حسن، كتجي ساهلة دغيا دغيا. ومن بعد غادي نفرتتها، وغادي نسقيها بزيت البلدية كيلي كيسقيها بالحليب كل واحد وباش كيبغي، وديلها شوية هكا خفيفة. وغادي كنجمعها هكايا، وغادي نكمل معاكم. المهم ها هي ديالنا تجمعات، هي الخبزة ديالنا تجمعات، شوفو كيفاش جات، كتجي زوينة ورطبة، ومع كحيط الحمير مطحونة فيها، وفليو تا هي مخلط معاها فليو. المهم أنا غادي نردها طيب. المهم أنا جبت هاد المقلة ديال الملوي حشاكم، غادي ندهنها واحد شويه ديال الزيت، هكا بشويه زيت العود، زيت باش كنحيد اصلا خاصها تجي بزيت العود، هادشي صحيه ان شاء الله يا ربي. غادي نشدها هكا تنديلها، انا ما كنديرهاش بحال الطريقه ديال الملوي هكا، كتجي بحال حرشه، كتجي حسن، كتجي زوين. هكا كتنقطي عليها شويه البوطه، ما تجيش مجهدفش، ما تجيش معجنه من الداخل مخطوطه، ايوا المهم كطيب على عافيه مهينه، وكتجي زوينه وصحيه. وغادي ناكلوها ان شاء الله يا ربي، دارت بعدا وحده البارح كليناها، وغادي انا قلت نصورها معاكم ان شاء الله. الغزالات ديالي ها هي الحريشه ديالنا، انا درتها شكل حرشه، كتجي زوينه بحال الحرشه بحال الملوي، المهم انا الطريقه كنديرها كتجي ساهله وبسيطه ودغيا تقدري توجديها. انا غادي نحطها فوق البوطه طيب، وغنوريكم الشكل ديالها. المهم الحريشه ديالنا راه كطيب، انا قلبتها راه حتى الربع ما تيبغيش يحمر، المهم غير باش نعرفها طابت وصافي، اما راه ما كيبغيش يحمر. المهم في البيت كنبقاو ندوروها هكايا، كندوروها بشويه بشويه، المهم كنبقاو ندوروها باش كتحمر لنا، حتى كطيب مزيان ونحيدوها تشوف. المهم الحرشة ديالنا هي طابت، هو سميتو كتجي شاده راسها، قصت عليها البوطه وخليتها كتحمر بشويه بشويه، كتجي زوينه، تقدري تاكليها غير هكا صراحه، بقى سخونه اش كيجي، كيجي هكا تقدري تاكليه مع اتاي صراحه، كتجي هي مع اتاي. وحنايا غادي نفرتتها هكا، دابا راه سخونه، غنبقى نفرتتها هكا بشويه بشويه حتى تتبرد، غادي نفرتتها وتشوفوا الشكل النهائي ديالها، شوفي كيفاش كتجي،
كتجي كامله هذيك دايره بحال الربيع، وهي تبارك الله زوينه غزاله. كيقولوا لها اكحيت الحمير، كاين اللي كيقول لها زعتره، ولكن حنايا في المنطقه ديالنا كنقولوا لها اكحيت الحمير. ملي كبرنا لقينا والدي ديالنا كيقولوا لها هاد السميه وتطيبوها وراوها لنا، حتى حنا الحمد لله كنحمقوا على هاد الشيء، كنبغي هاد الشيء بلدي. انا عزيز عليا هاد الشيء بلدي، وهاد الشيء بلدي كنطيبو مزيان الحمد لله، وكنبغيو البساطه. وقلت علاش لا نشارك معكم هاد الزعتره ولا سميتها دابت فرتيت. ها هي الخبيز ديالنا، انا فرتتو فرتيه، راه خليته شويه غليظ ماشي مشكل. وهادي عندي الزويته البلديه، المهم غادي نخلطها بزيت البلديه. وهذا عندي هنايا واحد شويه ديال السكر سنيده، واحد المعلقه صغيره ولا معلقه كبيره على حسب، باش ديك الزيت ما كتجيش مجهده. حنا كنبغيوها فيها شويه ديال الزيت باش كتهرس داك الرغو ديال الزيت بزاف. غادي ندير لها الزيت هكا على بركه الله، غادي ندير لها هكا المحكه. راه كتجي زوينه وصحيه، مش شهيتكم صراحه، يجي غزال وصحي وسخونه الصراحه. هذا الشيء كامل، هذا الشيء راه سخون بالذات وكل شيء. المهم انا غادي نخليها هكا حتى انا بغيت حيت واحد الطرف مازال نزيدها واحد شويه الزيت، جاتني مازال ناشفه. الحلقة اللي يديه اللي فيها البن، فيها البنة وفيها البركة. المهم ها الساعة ديالنا كيفاش كتجي، إلا تخلطيها بديك الساعة تقدري تحطيها في الطبسيل فاش ما بغيتي. المهم هادي هي الساعة ديالنا، أو تنتمنى صراحة نكون خفيفة على قلوبكم. نتمنى تدعموني وديرو ليا اللايك. يلا يا حبيباتي، إلى اللقاء إن شاء الله يا ربي.